حكايتي مع الحفلات الفقرية تبتدي في سنة 2010 لما كنت طالبة في سنة ثالثة، واتخذنا مقرر الحفلات الفقرية، وكان بيدرس لنا دكتور هشام سلام. وقتها هو كان بينشئ مركز جامعة المنصورة للحفلات الفقرية، وكان طلب ان يكون لو احنا حابين ان احنا نشاركه الحلم وان احنا نشتغل معاه. فابتديت ان انا اتطوع عنده في المركز، وبعدين لما بدأت اتطوع حبيت المجال قوي، وحسيت ان هو دوت الكارير اللي انا ممكن اكمل فيه شغلي. كنت محظوظة ان انا اخد التخصص ده، لان عندنا مفيش حد في الصعيد اخد تخصص الحفريات الفقريه، فانا كنت محظوظه ان اكون اول واحده تشتغل في الصعيد تخصص حفريات فقريه. بدات اسافر المنصوره واتعرف على باقي الفريق البحثي، طبعا كان دكتور هشام ضم دكتوره سناء ودكتوره ايمان معاه، فطبعا كان اخذ فكره خلاص عن البنات ان هم كانوا كذا مره يطلعوا معاه رحلات، فكانت بدات فكرته عن البنات تتغير. فريق منصورة سورس يمكن زي ما انتوا شفتوا في الصور كان في أربعة بنات هم اللي كانوا في الفريق. احنا وقتها كنا في فترة المنصورة سورس كنا احنا الأربعة متدربين في المركز اللي هو متطوعين يعني، وحابين الشغل دوت وبنطلع رحلات، لنا رحلات كتير قبل المنصورة سورس. فلما جت رحلة المنصورة سورس كنا احنا الفريق المتوافر واللي عنده المهارة ان هو يقدر يتعامل مع حاجة زي دي. فدكتور هشام قرر ان هو ياخدنا معاه في الرحلة المهمة دي. الدكتورة سناء والدكتورة ايمان جولي كطلاب في سنة تالتة، وكنت دايما بشارك في محاضراتي ان انا عندي حلم عايش لي ان انا اعمل مدرسة للحفريات الفقرية. فهم لما حسوا بصدق الكلام اقتنعوا بيه وخبطوا على الباب وقالوا احنا نفسنا نشاركك الحلم ونبقى جزء من الفريق. ودي كانت البداية.